على المايك عندك. الله يسعدك ابو الحسن وما قصرت صراحه يعني بعد الخلطه هذه ما في اي نقاش للامانه يعني الله يجزاك خير انت وولد الشرقيه ما قصرتوا ايه الامانه وهذه صور الانتاجات ارسلت لك هي على حسابك وصور ال دحين طول ما رسلته كل شيء وتكت العلبه احسن لك ب 50 ريال عادي. الله يسعدك حبيبي ويعطيك الف عافيه وما قصرت انت حبيبي سلمت انت ولد الشرقيه حبيبي, حبيبي. رحم الله والديك فراس صراحه رحم الله والديك يا حبيبي ابو الحسن. بعد استخدام خلطه ولد الشرقيه الحمد لله والشكر لله والفضل لله ثم ولد الشرقيه هذه نتائج بعد استخدام الخلطه. اللهم صل على النبي. ابو الحسن اكلمك التاريخ اليوم 17/6/1444 الساعة 8:46 دقيقة مكة المكرمة. هذه عبوتين ابو الحسن وهذه النتائج لله الحمد. السلام عليكم كيف حالك ابو الحسن؟ كيف اخبارك؟ اليوم 17/6 بعد استخدام خلطة ولد الشرقية يا طويل العمر هذه هي الخلطة الحمد لله انتجوا وهذول فروخهم اللهم صل على النبي. انا اكلمك من مكة المكرمة هذا بعد استخدام خلطة ولد الشرقية عاد العبوة الأولى والآن إن شاء الله في العبوة الثانية يا أبو الحسن.